بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة والأخوات المتابعين، يغطي الماء 3/4 الكرة الأرضية، وهو عبارة عن مادة شفافة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، ويعد أكثر الجزيئات انتشارا على سطح الأرض، ويكون النسبة الأكبر من أجسام الكائنات الحية التي لا تستطيع العيش دونه. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا تقتصر الحاجة للإنسان على الماء فحسب، بل الحيوانات والنباتات والأشجار أيضا. ومن وظائف الماء في جسم الإنسان أنه يحمل مواد مغذية داخل الجسم وينقل الفضلات خارجه. يتألف الماء من ذرتي هيدروجين مرتبطتين مع ذرة أكسجين واحدة، وتوجد بثلاثة أشكال بحسب درجة حرارة البيئة التي توجد فيها، فيكون سائلا في درجات الحرارة الاعتيادية الملائمة لأغلب أجسام الكائنات الحية، ومتجمدا في الدرجات المنخفضة ما تحت الصفر، ومتبخرا في درجات الحرارة العالية. ويحمي الماء أجسام الكائنات الحية من الجفاف، كما أنه مهم للحفاظ على وظائف أجهزة الجسم من مثل العضلات والجهاز العصبي. ومن دون الماء لا يمكن الكائنات البقاء على قيد الحياة سوى بضعة أيام. ومعنا اليوم الدكتور فارس الحجري، الذي سيقدم لنا محاضرتين عن العلاج بالماء الساخن خلال شهر رمضان المبارك، الأولى وهي اليوم الخميس 9 من رمضان 1442. سيتحدث عن الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم. أما محاضرته الثانية فتتعلق بالفوائد الصحية والعلاجية للهكوباثي، العلاج بالماء الساخن، وسيكون يوم الخميس الموافق 23 رمضان الموافق 6 مايو بإذن الله. وقبل أن يبدأ الدكتور محاضرته الأولى، يسرنا الترحيب به وشكره على تعاونه مع مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبر الأهلية العامة، كما يسرنا الترحيب بكل محبي المكتبة والمتابعين لها الآن وفي كل الأوقات. كما نود أن نعرف بالدكتور، فهو الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، نال شهادته الدكتوراه من الأكاديمية الهندية للطب البديل في عام 2013، وحصل على شهادة مدرب صحي معتمد في التغذية التكاملية من معهد التغذية التكاملية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر معهد التغذية في العالم. خبير عالمي في الصحة الشمولية والعافية، ومتحدث ورائد أعمال وباحث وإنثروبولوجي، ومحفز ومؤلف لثلاثة كتب تم نشرها بواسطة شركة أوثر هاوز الأمريكية، ومكتشف ومؤسس الهاكو أباثي، وهي شركة مسجلة في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وهو رئيس تنفيذي ومؤسس هاكو ويلينس في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة. توجه إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015 لتحقيق أهدافه على خطتين أساسيتين: إجراء أبحاث معملية وسريرية لفعالية الهاكوباثي على البشر، وإنشاء مختلف مشاريع هاكو ويلنس. تمكن من تجميع أكثر من 700 تجربة من مستفيدي الهاكو أباثي، وحقق أربعة تجارب علمية ومعملية على الفئران بنجاح من قبل طلاب أوراق الماجستير من جامعة مرموقة في الجزائر، تحت إشراف عالمة وأستاذة ومديرة أبحاث في أعوام من 2017 إلى 2020.
آخرها فوائد العلاج علاج الماء الساخن، وفيتامين جيم في تعزيز جهاز المناعة لإضعاف جائحة كوفيد 19 بنجاح. حقق الدكتور فارس 3 ملكيات فكرية مسجلة في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ومحمية من قبل مكتب الكونغرس الأمريكي. حائز الدكتور فارس على جائزة الامتياز الصحي 2013 من الهند. كان الدكتور الحجري عضواً في اللجنة المنظمة ومتحدثاً ورئيساً في العديد من المؤتمرات الدولية، بما في ذلك ملبورن في أستراليا وسان دييغو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. تمت مقابلته وعرضه في العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف والمجلات والبيانات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وماليزيا وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ألقى محاضرات وندوات في منظمات مختلفة، الجامعات والكليات والمدارس والمؤسسات الصحية والمستشفى ودور العبادة في مختلف البلدان، الولايات المتحدة وسلطنة عمان والفلبين والهند، وهو عضو في العديد من المنظمات بما في ذلك الجمعية الأمريكية للصحة الشاملة ومجلس الأعمال العماني الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية العمانية والجمعية العمانية للتقدم العلمي. وقع مذكرة تفاهم مع كلية أدوارد للطب لاثيوباثي بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بحوث أولية ومتقدمة على البشر فعالية العلاج بالماء من أجل تعزيز الصحة والعافية البشرية المثالية على الأشخاص الأصحاء حول الوزن الصحي ومؤشر كتلة الجسم وسكر الدم ونسبة الدهون في الدم وعوامل الخطر لأمراض القلب والشرايين. درس هندسة مسح الكميات وشغل عدة مناصب وظيفية امتدت لمدة 23 سنة، آخرها خبير فني بمكتب سعادة وكيل وزارة الإسكان بسلطنة عمان قبل أن يحقق هذا الاكتشاف العلمي ليتجه بشكل كامل إلى الطب البديل منذ اكتشافه لهذا العلاج الطبي في عام 2007. والآن سوف يتحدث الدكتور عن عنوان المحاضرة، وهي الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم، والميكروفون له وليتفضل جزاه الله خير. تفضل دكتور. أشكرك سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جميعا. أشكر أولا مكتبة الشيخ محسن بن زهران الأهلية العامة، وتحديدا الأستاذ حمد بن محسن العبري الذي تواصل معي لإجراء هذا اللقاء الميمون، ونشكر جميع طاقم العاملين في هذا اليوم في إنجاح هذه الفعالية بإذن الله تعالى وتوفيق جل وعلا، ونسأل تعالى جميعا تنعمونا بصحة وفيرة والجميع يستفيد من طلق من القرآن الكريم الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم قبل أن نتوجه إلى العلم الحديثة. وهذه الحلقة بإذن الله تعالى نغطي فقط ما يتعلق بالإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم و مقتطفات سريعة من العلم الحديث التي تدعم وتبرر فعلا ما بدأ من عام قبل 1400 سنة عن هذا الإعجاز العظيم. أول شيء تحديدا سورة الواقعة، الجميع يعلم من سورة الواقعة، وتتعجبون لماذا كيف دخل موضوع الماء الساخن في هذا الموضوع، سترون بأنفسكم هذا الإعجاز بكل التفاصيل بدقته. تتحدث سورة الواقع من بدايته إلى نهايته عن 3 أصناف و4 عناصر. 3 أصناف كما ترون أمامكم، السابقون وهم في أعلى درجات الجنة، أصحاب الميمنة ومن أصحاب الجنة،
أصحاب المشأمة. لذلك هنا تتحدث سورة الواقع بكل التفاصيل، كيف ستكون الحياة البشرية في الجنة وفي الجهنم. لذا أصحاب السابقون السابقون بكل التفاصيل كيف تكون حياتهم، وأصحاب الميمنة كيف راح تكون حياتهم، وأصحاب المشأمة. لذا ثم ننتقل مباشرة بالتسلسل بكل الدقة بأربع عناصر بالتسلسل. أولها أول شيء خلق الإنسان، ثانية التراب، ثالثة الماء، ثم رابعا النار. هنا نأخذ من آية 58 حين في عن خلق الإنسان ثم عن التراب، سترون بكل شيء بالدقة وبالتفاصيل وبالتسلسل. ففي خلق عن خلق الإنسان من آية 58 سورة الواقعة قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تتذكرون. خمس آيات عن التراب، خمس آيات أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعناه حطاما فظلتم تفكهون. إن لمغرمون بل نحن محرومون. خمس آيات، إذن تناسق جيد جدا عن خلق الإنسان والتراب، بحيث الإنسان خلق من التراب ويعود إليه في نهاية مصيره عند انفصال الجسد عن الروح. فطبعا مراحل خلق الإنسان من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم جنين ثم يخرج طفلا، وهو هذا الإنسان الذي يرى الشاشة أمامه دون أي استثناءات، دون أي استثناء ما عدا مخلوقي أول مخلوقي على الكرة الأرضية آدم وحواء عليهم السلام. لذلك مرتبط بقوة عن خلق الإنسان وعن التراب. أما ولذلك وعن قول الله سبحانه وتعالى فيما بعد مباشرة ننتقل إلى المجموعة الثانية عن الماء والنار، كما ترون أمامكم من حيث دقة عدد الآيات، وسترون حتى تقرب عدد الكلمات التي تكون كل آية. أول شيء عن الماء، إذن مجموعتين عن الماء. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. خمس كلمات: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه ثلاث كلمات، هذه ثلاث آيات عن الماء. تلقائيا ننتقل فيما بعد مباشرة عن النار. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون من ثم أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن منشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إذا تجدون هنا في جد تقرب بشدة من حيث عدد الآيات، عدد الكلمات حتى تكون كل آية. لذا عن الماء والنار، من أجل الحصول على الماء الساخن تحتاج عنصرين، عنصر من الماء وعنصر من النار، وبالتالي يصبح الماء الساخن. ما هو ارتباط به هنا؟ فيما قال الله سبحانه وتعالى عن بداية خلق الإنسان. إذا ندخل في العلم الحديث الذي يثبت هذا هذه الآيات الكريمة، أول شيء أن معروف أن كل إنسان دون أي استثناء، دون أي تمييز، كل إنسان بغض النظر عن لونه شكله قبيلته، الإنسان مخلوق وليس إنسان مصنوع. كل إنسان، كل إنسان ما عدا آدم وحواء عليهم السلام بدون أي استثناء. أول شيء مكون هذا طبعا بداخل رحم الأم، كل أم داخل رحم كل أم سائل أمنيوسي أو سائل الرحم. هذا السائل الأمنيوسي أول شيء مكون من نسبة حتى نكتشف كيف هو ماء ساخن. أول شيء السائل الأمنيوسي نسبة فيه 99% ماء، إذا ماء نقي وصافي. إذا نسبة الواحد فقط هي نسبة إيش؟ مواد بروتينية كولاجينية وغير كولاجينية، وهي لصحة الجنين. أما حرارة هذا السائل سبحان الله
درجة بالتحديد في طوال فترة نمو الجنين تظل يعني دائما منتظمة 37.5 من الدرجة المئوية، إذا ساخنا وليس فاترا وليس حارا وليس باردا وليس مثلجا بل ساخن، إذا ماء ساخن، إذا الماء الساخن الله سبحانه وتعالى جعله سبب والمصدر الوحيد في خلق وتكوين كل إنسان. سبحان الله، قول سبحان الله كل من يشاهد كل من يتابع، لأن أنت المشاهد وأنت المشاهد أخي وأختي لا تستطيع تستنكر هذه النعمة الربانية. لذلك هذا العلم الذي نعم الله تعالى على البشرية، ونحن نحن ليس إلا سببا. لذلك الماء الساخن المصدر الوحيد والاستثنائية في خلق وتكون كل إنسان. جيبوا لي شخص واحد استطاع ينمو بدخرة من أمه ومحاط بكيس هوائي أو ما شبه ذلك إلا هو ماء ساخن. سبحان الله. آيات التحذير بالرؤية، قال الله سبحانه وتعالى تيرون في هذه الآيات بكل دقة بتفاصيل. بدأ الله سبحانه وتعالى في كل آية عن تلك الأربع عناصر، أف رأيتم ما تمنون، أف رأيتم الماء الذي تشربونه، في أربع عناصر الماء وال يعني الماء ساخن يعني عفوا عن الخلق إنسان، ثم عن الماء وعفوا عن الماء، ثم عن التراب فرأيتم ما تحرثون، ثم عن النار فرأيتم النار التي تورون، أف رأيتم. إذا هناك معنى قول الله تعالى أف رأيتم، أف رمز للتحذير والتعظيم قدرة إلهية. أما رأيتم إذا بالرؤية، نحن لا نتناول الماء الساخن بالرؤية بالعين مجرد، نحن نتناول عن طريق الفم. إذا علينا نحن نفتح عيوننا لنكتشف هناك معجزة إلهية آتية لكل من يؤمن، كل من يؤمن. لذلك حتى الدكتور ماسارو إيموتو العالم الياباني الراحل الذي اكتشف التأثير بالوضع ذهب إلى السعودية وعمل تجارب، هو الدكتور ماسارو عمل الدكتوراه في نفس الأكاديمية الدولية للطب البديل في الهند من حيث نحن قدمنا. ولذلك الدكتور مصارو الذي عمل تجارب وثبت في السعودية مملكة العربية السعودية قراءة على الماء زمزم تغير بلورات الماء. لماذا؟ لأن الكلمات الماء له تتأثر يعني الذرات من الماء تتأثر من الأدعية والكلمات، إذا كلمات الطيبة والأدعية كل هذا تغير بلورات إلى شكل عظيم. سبحان الله. لذا أثر أيتم آيات التحذير والتحدي مباشرة، أول ما تنتهي الآية الأولى من كل عنصر من تلك الأربع عناصر مباشرة في الآية الثانية في كل واحد منها أنتم، إذا أنتم عن خلق إنسان، أنتم تخلقون أم نحن الخالقون. سبحان الله. عن التراب عن الماء، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. عن التراب، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم عن النار، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشؤون. إذن قال الله سبحانه وتعالى في معنى هنا يقصد به كلمة، يعني قال الله سبحانه وتعالى في كلمة أنتم أم نحن، هو رمز آخر الذي يدل بأن هذا الإنسان الذي الله تعالى أنعم عليه بعقل هو أعظم وأقل وأحب وأفضل. من هو أنت؟ فأنت مخلوق من أجداد من أحفاد سيدنا آدم وحواء عليهم السلام، فبالتالي لا يميزك أنت مع الآخرين، فلتكتشف قيمة البشرية، لتكتشف كيف الله تعالى أنعم عليك بالعلم بس لك حدود لا تتجاوز. هنا الفرق بين التصنيع والعلم وكذا والاكتشاف والابتكار والاختراع، لكن هناك في جانب آخر في الخلق الطبيعة كل ما يتكون بالطبيعة المنظومة الكونية، جميع قوانين المنظومة الكونية للطبيعة التي جعل الله سبحانه وتعالى سببا، بس على الإنسان أن يتعلم ويكتشف ويواظب ويحترم حتى في جميع في الطبيعة بأكملها. لذلك هنا يتطلب الإنسان أنه يراعي لا يوجد مجال للتغيير، سواء أي واحدة من مواد الطبيعة سواء التي تأتي من ضمن المخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن آيات عن الماء والنار، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا تحذير إلهي، هل من يريد يقع في تحذير إلهي والعياذ بالله. إذن الماء توفر لنا الحياة، إذن حتى العلماء اتفقوا على هذه الصياغة بأن الماء إليكسير الحياة، the water is elixir of life، الماء هو يحيي كل شيء، بدون ماء لا حياة.
حتى في المريخ إذا وجدوا الماء قال بيقول لنا في حياة، لكن بدون كده لا حياة بدون ماء، سبحان الله. طيب شوف قول الله سبحانه وتعالى نحن، إذا الله سبحانه وتعالى جعل سبب، نحن جعلناها تذكرة، تذكرة من الذاكرة ومتاعة للمقوين. إذا نفهموه هنا أول شيء تذكرة معنا من الذاكر، زيادة قوة الذكاء، ونحن عملنا أبحاث علمية دقيقة جدا عن زيادة قدرة ذكاء الإنسان، قدرة التركيز، قلة الحوادث، هذا موضوع آخر يعني، كل هذا عن خلال الماء الساخن، لأنه بطرق علمية دقيقة جدا، وعملنا كثير من اللقاءات. المتعة هي كلها ما تتعلق بالهرمونات، إذا هرمونات السعادة والحب وكذا، إذا تتأقلم الآن مع هذا الوباء الكثيرين يتأثر وكذا، لا أنت الآن خلقت بأن تتأقلم مع كل تحديات الحياة، هذه نعمة إلهية الله تعالى أنعم عليك، بس تتجاهل لماذا؟ لا نستطيع نقول تتجاهل، بس بعد ما تأتي إليكم هذه الآيات الكريمة وهذا الاكتشاف العلم الذي توصل إليه منذ حتى الآن 14 سنة، لنقول سبحان الله من يريد يستفيد هذا كله متوفر لديه، نترك السياسة بعيدة، نترك المصالح بعيدة، الله أكبر. نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين، إذا المتعة من المتعة، إذا هذا يوفر لك المتعة، من يريد ما يريد متعة؟ متعة يعني في سعادة، تأقلم، نظرة كل الأحداث بالإيجابية، في مثل الإنجليزي يقول be part of the solution do not be part of the problem، كنا مع جزء من الحلول وليس تكون جزء من المشاكل، فلذلك لا ما مفروض تؤمن بالمشاكل، تؤمن بشيء اسمه التحدي، التحدي يجعلك أنك توصل أفضل إلى أفضل، هذه النعمة الإلهية تقبل جماعة الخير. للمقوين نعم، المقوين معنا لأن هنا يزيدك من قوة، القوة الجسدية، القوة العقلية، القوة العاطفية، القوة الروحية، هذا مهم جدا، القوة الروحية، تقربك مع الخالق لتكتشف قيمك البشرية العظيمة التي تمتلكها وتحملها بين يديك، الله أكبر. إذا هذا كله عن النار، إذا أنا ذاكرة النار من أجل الذاكرة، القوة والمتعة، يقال بالصياغة العلمية بالإنجليزي energy، الطاقة، الطاقة الشمسية، الطاقة، كل شيء عن الطاقة، هذه النعمة الربانية موفر لكم أمامكم يا جماعة الخير. آيات عن الماء والنار، الماء إذا توفر لنا الحياة، إذا النار توفر لنا إيش؟ الذاكرة والقوة والمتعة، إذا الماء زائد النار على أساس من أجل الحصول على الماء الساخن تحتاج عنصرين من الماء والنار، سواء النار من الكهرباء، سواء النار من أي مصدر، المهم الذي يرفع درجة حرارة حتى يوصل إلى الدرجة التي وجدناها في خلال تجاربنا، إذا الماء زائد نار، إذا الماء الساخن إذا يوفر لنا الحياة الصحية بجميع جوانبها، ليس مجرد خلوة من الأمراض، ليس حمايتك فقط من الوباء من الفيروس ما شابه ذلك الذي هز العالم، الآن لديك أقوى محمية، أنت قادر، خلقت بهذه النعمة، بس إذا هذا الخزان النظام كامل هو جسم الإنسان يستنزف من هذه المواد الأساسية من مكونات النعمة الربانية، معجزة إلهية ليست معجزة فارس، الماء الساخن من مكونات من الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة، إذا ندخل في جانب آخر، إذا معجزة بجميع مقاييس، الماء الساخن أيضا مرتبط بالدورة المائية مباشرة، لنذكر هنا الآية الكريمة حين ذكر الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ليطهركم به، يطهرنا به من الأحداث الظاهرة، من يريد ما يريد تطهير، يذهب عنكم رجس الشيطان، يزيل عنا الباطن وسواس الشيطان وخواطره، لتكتشف الله تعالى أعطاك هذه السلاح قوي، أقوى سلاح، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال الله سبحانه وتعالى إنه السميع العليم،
إذا أنت عندك سلاح، عندك كل شيء، عندك كل الإمكانيات، عندك كل القدرات، أنت أقوى وأحبى وأفضل وأعقل مخلوق. لذا اغتنم هذه الفرصة، اغتنم هذه النعمة الربانية حتى لا تفوتك سفينة النجاة الحاقوباثي كما سميناها. يربط على قلوبكم، إذا يشد على قلوبنا بالصبر، إذا تستطيع تتأقلم الأحداث مع ظروف الحياة، مع ظروف المادية، مع ظروف الاجتماعية، تستطيع تكون أنت جزء من الحلول، تحل مشاكل المجتمع، تحل مشاكل، يعني ما في شيء اسمه مشاكل. خلقت بهذه النعمة، لديك هذه القدرة، لديك هذه كل الإمكانيات، بس لا تنسى أن تغذي جسدك بهذه النعمة الربانية التي تعتبر هي وقود طبيعي أساسي أنعمت بها. لا، فأنت مخلوق وليس مصنوعا، يثبت به الأقدام. إذن ثبت بأقدامنا، سبحان الله. إذن المأساخن مصر في جميع مصر للكائنات الحية، مصر للدورة المائية. كيف ذلك؟ خلينا نشوف من الذي حائز على جائزة النوبل. ألبرت زينت جورجي، العالم الأمريكي الراحل من أصل ميجر، الذي حصل على جائزة نوبل. ماذا؟ ابحث وشوف عنه، شوف عجائب ماذا يتحدث عن الهيدروجين، وهو عنصر واحد من عناصر أربعة التي يوفرها الماء الساخن، هو المصدر الوحيد في كل تكوين كل إنسان. سبحان الله، تحدث ألبرت جورج يقول الدورة الكربون هي أساساً، وأساساً دورة الهيدروجينية. كيف ذلك؟ فيتحدث هنا يقول بأن أشعة الشمس، أن الأشجار والنباتات تستقبل أشعة الشمس. طيب لما تستقبل أشعة الشمس ماذا يحصل؟ ده بداخل الأشجار والنباتات فيها كمية كبيرة من الماء، لأن عشان تجعل تكون حية، بدون ماء بجف بتموت، تمام؟ إذا هذا الماء هو يتحول من الماء العادي إلى الماء الساخن، لأن أشعة الشمس تبعد حرارة بنفسجية تحت، يعني بترفع حراره الماء الى حتى يصبح ماء ساخن. طيب لما يصبح ماء ساخن نبدا انفصال ذرات الاكسجينيه والهيدروجينيه، ما يسمى هيدروجين ايونز وهيدروكسيد ايونز، او بالعربي ايونات الهيدروجينيه وايونات الاكسجينيه. كيف ذلك؟ اذا تنفصل، هذا كلام من العالم الامريكي من اصل ماجر، حصل جائزه نوبل، ليس كلام فارس. اذا تنظرون بانفسكم، إذا ينفصل إلى ذرتين من ال، طبعا هو طبعا ما مكون من ذرتين، هيدروجين، إذا في هيدروجين والذرة الأكسجين، إذا الطاقة على الماء، إذا الماء حتى يتحول الماء ساخن يكون خلاص فيها طاقة، هي من الطاقة الشمسية التي يثبت فيها ألبرت جورج. إذا ينفصل الماء ساخن إلى هيدروجين وإلى أكسجين، والأكسجين ماذا يحصل؟ ينبعث في الغلاف الجوي، لذلك الأشجار والنباتات مفيدة جدا لتوفير الأكسجين، نحن نحصل الأكسجين الصافي من خلال الأشجار والنباتات. سبحان الله. أما الهيدروجين ماذا يحدث؟ الهيدروجين يقوم يختلط مع الكربون بداخل الأشجار اللي فيها نسبة الكربون حتى ينتج مواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهنية، هذه كلها مواد مغذية. سبحان الله، هذا أمامكم العالم الأمريكي الراحل من أصل ميجر، عالم في الكيمياء الحيوي، حائز على جائزة نوبل في عام 1937، والدكتور ألبرت زينت جورجي. إذا نستطيع نقول من المصطلح هنا، الماء زائد الحرارة يعادل إيش؟ يجعل يوفر لنا الهيدروجين والأكسجين. على ولا ذلك الطاقة، لأن فيها طاقة، فيها طاقة. إذا في هذه الحالة نستطيع نتغذى بشكل طبيعي، ببعيد عن المصالح، بعيد عن كل هذه الطمع البشرية. هنا ما في طمع، هنا مباشرة علم، بقول الله سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذا ماذا ستقول بعد هذه الآية، بعد انتهاء من عناصر، أربع عناصر؟ طبعا بعد الله سبحانه وتعالى في سورة الواقع بتحدث عن أصحاب الماء، يعني الثلاثة الأصناف، أصحاب الماء، أصحاب السابقون، السابقون أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، وكيف حياتهم. ومن ثم مباشرة عن تلك أربع عناصر وذكرناها، العنصر من الماء والتراب، ثم يعني خلق الإنسان، ثم التراب، ثم الماء، ثم النار بالتسلسل، بعد ذلك مباشرة. يا أخواننا أخواتنا، قولوا سبحان الله، من سيعتدي؟ من سيستنكر؟ من سيقول لا؟ من يقول لا؟ هل تستطيع تقلع عينك؟ هل تستطيع تنكر أنفك وقلبك؟ لذلك كيف تستطيع تنكر هذه النعمة معجزة إلهية؟ سبحان الله.
قال الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد هذه أربع عناصر: فسبح اسم ربك العظيم. قل سبحان الله، قل معي سبحان الله، لا تتردد، قل سبحان الله سبحان الله. لكن من يتردد قليلا من يشكرون وقليلا من يتذكرون. هذا التحذير إلهي وليس تحذير فارس. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم إلهي يا جماعة الخير، من أعظم قسم في القرآن الكريم. لم نجد أي قسم بهذه الدرجة، أعلى درجة من القسم بمساقط النجوم. الله تعالى يقول لك يا بشر لا تتعدى حدودك بهذا العلم أنعمت به، لكن لك حدود، أنت تستطيع تكتشف وتخترع وتبتكر لكن لا تستطيع تخلق ولا تستطيع تتلاعب في جسم الإنسان. هذا مخلوق عظيم أعظم، أنت الإنسان، لذا لا تتلاعب في هذا جسم الإنسان. لذا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يا الله، إذا تكرر القسم، من يريد يتحدى مع الله سبحانه وتعالى؟ يا سبحان الله والعياذ بالله. أفرأيتم الماء الذي تشربونه؟ وقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء ساخن، إذا الجسر الوحيد الاستثنائية بين خلق الإنسان والطبيعة، كما أسلفنا خلق إنسان وطبيعة. لذا فأنت مخلوق وأنت ليس مصنوعا، أنت لست روبوت. لذلك تذكر، افهم جسمك وافهم هذه الإعجاز العظيم من الله سبحانه وتعالى، افهم كل هذه آيات الكريمة التي يوضح لك الله سبحانه وتعالى. هل تتحدى من خلقك؟ هل تتحدى؟ سبحان الله. إذن المصدر الوحيد في خلق وتكوين كل إنسان الماء ساخن الوحيد، والجسر الرابط، والمصدر الوحيد والاستثنائي في جميع الكائنات الحية على الكرة الأرضية دون أي استثناء. إذن ترون أمامكم طبعا بالأول عن مخلوق هو الإنسان، هو أنت وأنت كنت في رحم الأم، وكل إنسان بدون أي استثناء يبدأ أول شيء تكون ماء ساخن. أما في الدورة المائية أول شيء المحيطات، أشعة الشمس، أسطح المحيطات تبدأ تسخن تتحول إلى مياه ساخنة، من ثم هناك تبدأ الدورة المائية. بدون هذا، لذا أين الأملاح من المحيطات؟ اختفت. هذه النعمة الربانية، حين قال الله سبحانه وتعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو خليناه مالح ما خلاص ما بيكون في حياة في الكرة الأرضية، لا للبشر ولا للحيوانات ولا للنباتات ولا لأي حياة على الكرة الأرضية. هذا بس أردنا نوضح لكم مقتطفات سريعة عن الإعجاز العلمي للماء الساخن. يا إخواننا، نرجو منكم، هذه مناداة وهذا استجداد، نترك السياسة بعيدة، نترك الطمع بعيدة، نترك الاستهتار بعيد، نترك كل لنا يعود إليك، يعود إليك، يعود منفع لك ولإخوانك ولمعارفك ولأهلك ولجيرانك ولبلدك وللبشرية أجمع، حتى يأتي يوما ما يقول لك أشكرك، لتقول أشكر شكر الأول والأخير، شكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على الإنسان العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى في هذا الشهر المبارك تقبل الله سبحانه وتعالى صيامكم وتنعمون بمنفور الصحة والعافية، وهذا الفيروس الذي هز العالم، هذا الوباء الذي يواصل يتجدد كل مرة، هذا الوباء الذي جعل كثير شركات غلقت، ناس فقدوا وظائف، هل ننتظر إلى الأسوأ القادم؟ الذي يحصل ليس من الفيروس إلا البشر، هو الذي يفشل في فهم جسمه إيش ما يتطلب، فهم العلم، هذا العلم اغتنموها، تقبلوه بشدة من أجلكم، من أجل معارفكم وجيرانكم وبلدكم ومدينتكم ومن أجل البشرية أجمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنتم. شكرا لك دكتور، جزاك الله خير، معلومات طيبة. شكرك سيدي الكريم، أكرمك الله، أحسنت. متابعينا الكرام، في الختام نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور فارس الحجري، كما نشكر أيضا جميع من تابعنا في المحاضرة، وندعو الله أن
وندعو الجميع أن يتابعنا في محاضرة الدكتور في الجزء الثاني في 23 رمضان عن العلاج بالماء الساخن. دمتم بألف خير، وأدعو الله أن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.